قال المترشح للرئاسية تعظيم هوبي اليوم بأن الانتخابات آلية للخروج من الأزمة، حيث شدد على ضرورة تبني المسار الانتخابي لأنه يجسد مطالب الشعب الجزائري. وشدد مهوبي خلال التجمع الشعبي الذي نشطه بولاية المدية اليوم على وجوب مصارحات الجزائريين بأن عهد النفط قد انتهى، مشيرا في نفس السياق إلى رؤيته التي تعتمد على تطوير قطاع الفلاحة في حال انتخابه رئيسا للبلاد. الذهاب إلى الانتخابات هو الحل وبداية الحل لاستقرار الجزائر، وما عندناش بدائل أخرى. الرهان تاعنا الآن ما لازمش نحسبه بزاف بالبترول وقال هو وهو. هذا هو الوقت اللي لازم نصارحوا فيه بعضنا ونقولوا خليونا ننساو باللي عندنا البترول. الشيء اللي يبقى هذا نحاولوا نزيدوا نستفيدوا منه، ويعني نمكن حتى الأجيال القادمة من أنها تحوز قدر من هذه النعمة اللي راهي تحت الأرض. خلينا ننساو أن الاقتصاد نتاعنا مبني دائما للمحروقات. لهذا عندما نتكلم على الزراعة هي البديل الأول في الاقتصاد. اطلعنا على عدد كبير من المشاريع اللي يمكنها أنها تغطي الأمن الداخلي الغذائي. الزراعة هي الرهان الدائم لأن ما هيش ثروة زائلة.